يواصل الفنان الكويتي عقيل الرئيسي سلسلة حكاياته التي يرويها بشكل إسقاطات على حياة أهل زوجته الفاشينيستا فرح الهادي بطريقة غير مباشرة، متهماً إياهم بالسحر والشعوذة، وخاصة والدة فرح وشقيقتها شوق الهادي. واستطرد عقيل الحكاية هذه المرة متناولاً حياة والد زوجته وسر التغير والمرض الذي أصابه، متهماً والدة فرح بأنها سحرته أيضاً. وقال الفنان الكويتي عبر تغريدات جديدة على حسابه على تويتر: نتكلم اليوم عن قصة جديدة، زوج أم الملكة الذي أصبح أطرم ودخل الطب النفسي وسجن لأنه فجأة جن جنونه. وأضاف: رجل كان يعشق بناته وملكاته الصغار، وفجأة من غير مبرر يحاول يقتل ابنته ويحذفها من الدور الأول. طبيعي؟ لماذا دائماً الرجل هو الخطأ في حياتكم؟ وتابع في تغريدة أخرى: الرجل كان في بداية حياته وتزوج بأم الملكة الحرباء وكان طبيعي، وفجأة ومن غير سبب تغير أسلوبه وتصرفاته وحاول إنهاء حياته وحاول قتل ابنته، والأم كانت تريد الانفصال بأي طريقة، فسجنت هذا الرجل اللي سحرته وجعلته يمرض بمرض الخرف، وبعدها أصبح أبكم كي تتخلص منه. ومن جانبها أكدت الفاشينيستا الكويتية فرح الهادي أنها عانت طوال عام ونصف من مرضها وذهبت لجميع الأطباء، مشيرة إلى أنها خلال تلك الفترة كانت تأخذ أدوية وعلاجات مختلفة. وقالت في مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على سناب شات ظهرت فيه مع عقيل: كنت أتعالج بالقرآن وقربت من ربي، وللحين لازلت أتعافى تدريجياً. وكشفت فرح خلال المقطع تفاصيل إصابتها بمرض جلدي خطير ومعاناتها مع تشخيص حالتها قائلة: الحمد لله أني صرت أحسن، ولكن الصعوبة كانت أن ولا دكتور عارف يشخصني وأعطاني علاج صحيح. أنا طلع عندي حساسية من الكورتيزون، وأنا كل حياتي كنت أستخدم كورتيزون، كان ينقص أني أشرب كورتيزون. وأضافت أنه تم تشخيصها في النهاية بمتلازمة أعراض انسحاب إدمان الكورتيزون. وأكدت فرح الهادي في مقطع الفيديو أنها تعرضت للسحر الأسود لإنهاء زواجها من عقيل وإبعاده عنها للاستيلاء عن ممتلكاتها والاستفادة من أموالها. من جانبها تبرأت شوق الهادي بشكل غير مباشر من الاتهامات الموجهة لها ولوالدتها بالسحر، مشيرة إلى أن الله أمر عباده بالتبين من أي خبر قبل تصديقه وتناقله، خشية الإساءة لقوم بجناية لم يرتكبوها.